صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا باسنت، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. جمعة مباركة إن شاء الله. النهاردة الويك إند أو آخر الأسبوع، يوم الجمعة هو اليوم اللي بالنسبة لناس كتير جدا، لقطاع كبير جدا من المصريين، هو يوم الراحة، هو يوم الأجازة. اليوم ده في ناس كتير جدا بتحب تريح نفسها، بتحب تبدع. اليوم ده بالنسبة لناس كتير، للناس اللي بتعمل الدايت مثلا على سبيل المثال، هو اليوم الفري، اليوم اللي ممكن ياكلوا فيه براحتهم. اليوم ده أيضا بالنسبة لناس كتير جدا بيحبوا يخشوا في المطبخ ويبدعوا بأكلات جديدة. المصريين بشكل عام متميزين بأن هم دايما ليهم السبق في ان هم ليهم تاتش كده في كل ما له علاقه بالطبخ. يعني احنا مثلا اللي اكلنا البطيخ مع الجبنه البيضه، احنا اللي اكلنا الفطير مع العسل وحطينا برضو الفطير مع الجبنه. فعندنا دايما كده ايه شخصيه معينه. حضرتك بتعمل ايه في يوم الجمعه لو ليك انت مثلا في قصه الطبخ؟ يعني احنا كرجاله على سبيل المثال ساعات بدنا نهتم مثلا بالوجبات اللي زي الفطار، العصاير، السلطات، الحاجات زي ما بيقولوا الحاجات اللايت يعني. بنخش نعمل حاجات برضو بسيطه، مثلا رز، مثلا صينيه فراخ بالبطاطس، الحاجات السهله. دي سهله وبسيطه؟ ده بالنسبه لي انا لو انت يعني ليك في الطبخ او بتحب الطبخ، ايه هي الاكله اللي تحب تعملها يوم اجازتك؟ ايه الاكله اللي انت يا بسنت بتحب تعمليها يوم الجمعه او يوم اجازتك؟ زي ما انت قلت ان يوم الجمعه عامه بيعتبر يوم اجازه او ده اخر الاسبوع، نهايه الاسبوع عند قطاع كبير قوي من المصريين، واحنا كده بنحب نريح، بنحب ان النهارده يبقى يوم فري زي ما انت قلت، فري بقى من الطبخ، من الاسخ، يعني حتى لو بتحب المطبخ هو اللي بيجي من ورا الاكل نفسه، هو ده بقى المشكله، المواعين والحاجات دي كلها. ويمكن اي ست بتقف في المطبخ طول الاسبوع عارفه قد ايه الموضوع ده بيبقى مهلك جسديا، فبتيجي يوم الجمعه عايزه بقى تريح، او لاضعف الايمان هتعمل الاكله اللي هي الخفيفه البسيطه اللي البيت كله بيبقى بيحبها، في نفس الوقت هي ما تبقاش ايه تعبانه فيها قوي. انا عن نفسي بحب شويه لو دخلت المطبخ في يوم الجمعه بالذات، ان انا ساعات ببقى بروح الشغل ابقى بعمل الحاجات اللي هي مثلا مكرونه بالصوص الابيض او بطاطس محمره جنبها اي حاجه، حاجات سهله وبسيطه. انت بتحبي المكرونه من زمان؟ انا ممكن اكلها كل شويه يعني بجد، صبح ليل اي حاجه، بالذات كمان ان يوم الجمعه بيتسم بفطار، لان الجمعه بالذات هو الناس كلها بتفطر، بتصحى صبح تفطر، العيله كلها تقعد مع بعض، يمكن ده اليوم اللي بنتجمع فيه من كل ايام الاسبوع، لان الفطار دايما بعد صلاه الجمعه بقى تقيل يعني. بالظبط. لا هو دلوقتي قبل صلاه الجمعه، لان الصلاه بقت الساعه 1، فبقى أيوه. الواحد دلوقتي يصحى الساعه 10 بالكتير، ان نايم بقى براحتك 11 بالكتير، تصحى تعمل الوجبات الفول والطعميه ومش عارفه، تبقى انت فطرت كويس قوي، جاي على الغدا بقى مش قادر ان انت تبقى عامل اكل، فبتدخل المطبخ وتعمل حاجات بسيطه البيت كله يكون مبسوط بيها وبيحبها. ويا بقى لو انت داخله المطبخ كده وعارفه ان النهارده مثلا الولاد مش عايزين ياكلوا، او النهارده مثلا في اكله عند جدتهم او الحاجات دي، بتبقى احلى حاجه، بتبقى داخله كده تعملي حاجات بسيطه جدا، جبنه وبطيخ زي ما انت قلت، بالذات ان خلاص البطيخ ابتدى يطلع تاني والحاجات الحلوه دي، ويمكن ده السمات اللطيفه قوي اللي بيتسم بيها يوم الجمعه او اجازه اخر الاسبوع عامه، انه الواحد بيبقى خلاص مش عايز يعمل اي حاجه، مريح الحاجات دي كلها. انت بقى بتحب تعمل ايه يوم الجمعه وبتحب تاكل ايه؟ يعني لو انت، انا عارفه ان انت ليك في المطبخ وتحب المطبخ، بتحب تدخل تعمل ايه لاولادك وفي نفس الوقت انت كمان؟ بصي انا اقول لك حاجه، انا مفتون بالمطبخ السوري بجد حقيقي يعني. انا بحبهم جدا وهم عملوا لنا اضافه كبيره. هم فرق بينهم، عشان ممكن انا مش عارفه كويس، فرق بينهم كبير وبين المطبخ اللبناني؟ طبعا فرق كبير، فرق كبير جدا جدا. هم يعني بعتقد هم اخف على البطن، اريح. يعني مثلا هم عندهم اللبنه دي حاجه موجوده بشكل دائم، عندهم الزعتر، عندهم زيت الزيتون. الزعتر وزيت الزيتون انا احب اعمله جدا، حاجه بسيطه وصغيره وبسيطه جدا. ده بجبنه مثلا؟ لا زعتر وزيت زيتون، الزعتر لوحده كده وتحط عليه زيت زيتون. بالعيش؟ بالعيش. طبقه جميله جدا حقيقي يعني.
بجيب اللبنه وبضربها في الخلاط مع جبنه قريش. بتعمل قوام كده طعمه حلو جدا. البروتين عالي جدا، خفيفه جدا على المعده. برضو ممكن تحطي عليها زيت زيتون، ممكن تحطي عليها اعشاب، ممكن تحطي عليها زعتر. حاجات كتير عموما السوريين. بس ده ممكن تتغدى بيها؟ لا هتغدى لا، الكلام ده بنتكلم على الفطار طبعا. فطار حاجات بسيطه خالص يعني. نقانق زي ما بيقول يعني. هم مدرسه تانية، شكل تاني خالص من الاشكال اللي احنا متعودين عليها كمصريين. ان احنا مثلا ايه بناكل الصبح فول، طعميه، بطاطس، باذنجان. طبعا علشان كده كل المصريين بتكلم بجد والله. الله على الاكل الجميل. المصريين كلهم عندهم زي ما بيقولوا كده ايه، اطباء او خبراء التغذيه عندهم كرش وهمي. كل ده القولون منتفخ حقيقي، بتكلم بجد. لكن انت لو ريحته يعني، حتى يا سيدي كل 3 ايام فول، والثلاث ايام التانيين خلي الحاجات خلي بالك البسيطه. مش كل، لا يعني مش كل الناس عندها رفاهيه الوقت بتاع ان انا اصحى الصبح ده اعمل الفطار ده وافطره، لا خالص يعني. هي بيبقى يوم واحد في الاسبوع، نهايه الاسبوع بيبقى الواحد ايه، هو ده اليوم اللي اتجمعنا فيه كلنا على السفره وكلنا فيه كعيله، فبيبقى ده اليوم اللي احنا ايه بنعمل فيه الاكل ده. لكن برضو زي ما انت قلت انه في وجبات ممكن فعلا تبقى اخف على المعده. من فكره الفول برضو مفيد على فكره يعني طبعا. لو احنا بناكله على فترات متقطعه من غير قشر بس، اهم حاجه اضربه في الخلاط واعمله كده، بيبقى مفيد جدا جدا. فكره الجبنه القريش دي مفيده جدا في نفس الوقت، هي دايت فعلا. ده لو بنتكلم يعني على الفطار. لكن احنا انا بنتكلم على الاكله بقى اللي انت بتحب تعملها، سيبك من دايت. او احنا انا مش بنتكلم عن الصحه، احنا بنتكلم عن الاكله اللي انا احب اعمل ايه. بتحبها؟ احب اعمل صينيه فراخ بالبطاطس. الله. شويه رز بشعريه كده، يا سلام. حاجه بسيطه وخفيفه على المعده، وفي نفس الوقت يعني من الحاجات اللي بحبها جدا. وعايز اقول لك القاعده الذهبيه، في قطاع كبير جدا المصريين مؤمن ان الفطار ده اهم وجبه، لان هو طبعا بينزل يشتغل الصبح فهو بالنسبه له الفطار ده اهم وجبه. القاعده الذهبيه عنده خبراء تغذيه يقول لك افطر كالملوك، اتغدى كالامراء، اتعشى كالفقراء. وجبه المهمه الاساسيه الافضل انك تاكلها بكامل طاقتها هي الفطار. الغداء قلل شويه، والعشاء خد حاجات بسيطه. طبعا في ناس بتقلب الايه، بيفضل انه ما يبقاش في عشاء اصلا. بالظبط كده. زبادي، موزه، حاجات بسيطه خالص. طبعا ده على اعتبار ان بطنك مليانه طول اليوم. او ان انت بتصحى بدري. الناس بقى اللي بتصحى متاخر وتقلب يومها وبتاع، دي المشكله ان هم عمرهم ما هيعرفوا يظبطوا الدنيا. احنا بقى في صباح الخير مصر عندنا الميزه دي بصراحه. ايوه ده حقيقي. ونصحى بدري. على كل حال ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك. لو ليك في المطبخ، الاكله اللي بتحب تعملها يوم الاجازه. احنا يمكن انا ومصطفى عندنا اجابات مختلفه، واكيد حضراتكم عندكم اجابات مختلفه تشاركونا بيها، وهنستعرضها في خلال الحلقه النهارده، وهنشوف الاكلات اللي حضراتكم بتحبوها. اهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، بنصبح على حضراتكم.